أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع جنبيت الوزير المرفوض التفريع نصف السلافي بيقدمه لنا بطل العالم الروسي فلاديمير كرامنيك، البطل الوحيد اللي فاز ببطولة العالم حسب منظمة اللاعبين المحترفين اللي كان يرأسها كاسباروف بعيدا عن الاتحاد الدولي للشطرنج في اللقاء الشهير معاه سنة 2000 المعروف باسم لقاء دفاع برلين، وكذلك عندما انضمت منظمة اللاعبين المحترفين إلى الاتحاد الدولي كان بطل الاتحاد الدولي هو البلغاري توبالوف، والتقى مع كرامنيك في بطولة لتوحيد بطل العالم فاز بيها كرامنيك سنة 2006، ولكن فقد اللقب عندما التقى مع العملاق الهندي فيسوانسن آناند في 2007 اللي استمر يحمل اللقب حتى أخذه منه كارلسون 2013 وحتى الآن. وكرامنيك هو التلميذ النجيب مع كاربوف وكاسباروف لمدرسة بوتفينيك الرائعة للشطرنج، وهو يتميز عنهما بتفوقه الواضح في مرحلة نهاية الدور، حتى أن بعض الكتب خصصت لانتصارات كرامنيك في مرحلة نهاية الدور. وفي هذا الفيديو سنراه وهو يلعب مع الجراند ماستر الأمريكي إلفست في تفريعات معروفة عن النصف السلافي، ولكن إلفست حاول إخراجه من المحفوظ ولكنه وقع في المحظور. فلاديمير كرامنيك بالأبيض أمام جان إلفست بالدفاع نصف السلافي في بطولة ذكرى تال بريجا 1995. هيا نستعرض هذا الدور القصير. نايت اف 3 دي 5 دي 4 نايت اف 6 سي 4 سي 6 جنبيت الوزير المرفوض الدفاع السلافي نايت سي 3 اي 6. بكده دخلنا في الدفاع نصف السلافي. بيشوب جي 5 دي تيك سي 4، ده خط بوتفينيك في الدفاع النصف السلافي، وده ما اصبحش مفضل حاليا. ولكن هنا عاوزين نقول ان في نوعين من لعاب الشطرنج، في النوع اللي هو بيتعمق في دراسة النظريات، وفيه اللاعبين اللي بيدرسوا الافتتاح ولكن ما بيحبوش ان هم يخوضوا في متاهات نظرية. وبعض التفريعات تصبح موضة في وقت من الاوقات وبعضها الاخر بيتنسي، زي تفريع بوتفينيك في الدفاع النصف السلافي علشان احد اللاعبين العمالقة خسر امام لاعب عملاق اخر، فاللاعبين العاديين بيرفضوا ان هم يلعبوا نفس الخط، زي ما حصل في تفريع برلين للراي لوبيز بعد ما كاسباروف خسر بيه امام كرامنيك، اصبحنا لا نجده كثيرا في المسابقات. ولكن طبعا ده خطأ علشان اللاعبين دول هم بيكونوا على مستوى اعلى كتير من اللاعبين العاديين. ولذلك خط بوتفينيك ده في الدفاع نصف السلافي هو خط بيلعبه معظم الجراند ماستر اللي بشعره بالثقة الكافية للتعامل مع النظريات، بينما باقي اللاعبين بيفضلوا ان هم يبتعدوا عن مثل هذه الاعباء الثقيلة. باقي جراند ماستر بيلعبوا H6
وبيخشوا في تفريع اسمه تفريع موسكو. اما باقي اللاعبين فبيلعبوا نايت بي دي 7 وبيخشوا في تفريع كامبرج سبرينج او التفريعات القديمه بتاعه التفريع الارثوذكسي في جنبيه الوزير المرفوض. على اي حال البس تكمل بجي تيك سي 4 اي 4 بي 5 اي 5 اتش 6 بيشوب اتش 4 جي 5 نايت جي 5 اتش جي 5 بيشوب جي 5 نايت بي دي 7 جي 3. كل شيء لحد دلوقتي تبع الكتاب والنظريات. في بعض اللاعبين ما بيلعبوش جي 3 فورا وبيلعبوا اي اف 6 وبعد بيشوب بي 7 بيلعبوا جي 3 سي 5 وبنوصل لنفس الموقف اللي بيوصل له الابيض اذا لعب الجي 3 اولا. على اي حال في الموقف ده كرام نكمل بالجي 3 وهنا لعب الفيست كوين اي 5 ودي نقله مش طبيعيه في هذا التفريع ويبدو ان الفيست عاوز يخرج كرامنك الى تفريع شاذ. اي اف 6 بيشوب اي 7 كوين اف 3 روك سي 8 بيشوب اي 2. النقله دي ممكن تكون غريبه جدا ومش متوافقه مع اللاعب الابيض الجي 3 لكن كرامنك له سبب في لعب البيشوب اي 2. اذا لعب النقله المعتاده بيشوب جي 2 هيحصل له مشاكل في موضوع التبييت لان الاسود هيكمل بي 4 نايت اي 4 سي 3 ودلوقتي الملك ما يقدرش يبيت والاسود عنده هجوم مضاد في جناح الوزير ولذلك كرامنك في الموقف ده لعب بيشوب اي 2 عشان يفضل محافظ على هذا الوتر ويقدر الملك يبيت وكمل الدور بي 4 نايت اي 4 سي 5 وهنا لعب كرامنك نقلة الدور يا ترى ايه هي؟ دي 5. النقلة دي بتبين ان كرامنك عنده تألق غير عادي في اللحظات الحاسمة في الوقت المناسب والمثالي بيضرب ضربته وبيخرج كل الشراسة الهجومية اللي عنده ومن هذه النقلة كرامنك اصبح عنده تفوق واضح ومستمر الى نهاية الدور. إلفست بعد الدور قال ان هو كان متوقع في هذا الموقف ان كرامنك هيلعب دي سي 5 وهيكمل نايت سي 5 نايت سي 5 بيشوب سي 5 كاسل وهنا هو هيلعب بيشوب دي 4 وكده الاسود بينشط امام ان هو متخلف ببدء ولكن عنده لعب مضاد قوي على مربع البي 2 ولكن كرامنك فاجئ الجميع ولعب النقله المتالقه دي 5 وكمل الدور اي دي 5 وهنا لعب كرامنك برضو نقله متالقه وهي كوين اف 5. كرامنك ترك الحصان وابتدى يضغط على المربع دي 7 وهو ده هيكون سبب هزيمة الاسود في الدور وكمل الفيست دي تيكس اي 4 وقبل الحصان. الفيست لو ما اخدش الحصان ولعب نقلة زي بيشوب بي 7 هيرد كرامنك ببيشوب جي 4 نقلة قوية وبتزود الضغط على دي 7 كوين اي 4 بيحاول يحمي الحصان روك دي 1 بيحط الرخ على عمود جي ومستعد لفتح العمود بعد الاسود ما ياخد الحصان والاسود دلوقتي لو لعب دي 4 عشان يخلي عمود الجي مقفول هيرد بكسل وبيهدد بروك اي 1 بهجوم مباشر على الملك ولا يمكن ايقاف هجوم الابيض وبذلك الابيض هيفوز حتى لو الاسود ما اخدش الحصان. لكن على اي حال في الدور الفيست اخد الحصان دي اي 4 وهنا لعب كرامنك نقلته الثالثة واللمعة في هذا الدور يا ترى ايه هي؟ كاسل لونج نقلة في منتهى الغرابة. اولا التبييت الطويل مش معروف في تفريع بوتفينك في الدفاع السلافي. ثانيا الملك الابيض بيحط نفسه مباشرة امام هجوم البيادق السوداء المتحفزة وكذلك الوزير وبيسيب بيدق الاي 2 ولا يمكن ان يلعب اي لاعب عادي هذه النقلة ولكن النقلة دي بتدل على عمق حسابات كرامنك وثقته بنفسه لان التبييت الطويل بيخلي الرخ الابيض يجي مباشرة للعب النشط وبيشترك مع الوزير في الضغط على مربع الدي 7 ولكن في حالة التبييت القصير الابيض لسه هيفقد تيمبو في انه يجيب الرخ في العمود دي ولذلك كرامنك لعب كاسل لونج وكمل الدور روك سي 7 بيحمي الحصان وهنا لعب كرامنك
بيشوف جي 4 ودي نقلة قوية وبيكثف الضغط على مربع دي 7. بنشوف هنا ان كل قطعة قرمنك بتتعاون عشان تضغط على المربع السمين دي 7. بيشوف بي 5 بيدافع عن الحصان. اذا الاسود ما دافعش وحاول ان يعمل هجوم مضاد ولعب نقلة زي كوين تيكس اي 2 ويهاجم الملك الابيض، الابيض هيكون اسرع منه بكتير وهيلعب روك تيكس دي 7 نقلة قوية. الاسود هيكمل في هجوم المضاد كوين اي 1 تشيك، كينج دي 2، كوين تيكس بي 2. طبعا الاسود ما عندوش اي وقت ان ياخد الرخ والا هياخد التشيك ميت، فبيكمل كوين تيكس بي 2 تشيك، كينج اي 3، كوين سي 3 تشيك، كينج اف 4. وبكده انتهت الكشات بتاعة الاسود والملك هيلاقي مصيره المحتوم. ولذلك في الموقف ده الاسود مضطر ان هو يدافع ويلعب بيشوب بي 5، وكل ده بيدل على ان التبييت الطويل كان في صالح الابيض، وبيدل على ان كرامنيك لاعب مش مجرد ان هو بيتبع النظريات انما هو اللي بيخترعها. والموقف اللي وصل له ده بيدل على عمق نظرته لما لعب النقلة الرائعة دي 5 كوين تيكس دي 4 تشيك، والوزير اصبح بيهدد ان يجي في اي وقت للاي 8 بكش قاتلة كمان للملك، ولذلك كينج دي 8. وكمل كرامنيك بنقلة لامعة، يا ترى ايه هي؟ بيشوب تيكس دي 7 ودي النقلة اللي هتفوز. ممكن كرامنيك برضو في الموقف ده يلعب روك اتش اي 1 ودي برضو هتفوز وطالب تشيك ميت على الاي 8. ولكن على اي حال كرامنيك لعب بيشوب تيكس دي 7 بيشوب تيكس دي 7. اذا الاسود ما اخدش بالفيل واخد بالرخ هيلعب الابيض بكل بساطة بيشوب اف 4، ودلوقتي بيهدد بكش قاتلة والاسود ما عندهوش دفاع كافي، ولذلك الاسود اخد بالفيل وكمل الدور روك اتش اي 1 مربع اي 8 مش محمي بشكل جيد زي ما يكون عاوز الاسود. ودلوقتي الابيض بيهدد بتشيك ميت على الاي 8 بيشوب اتش 6. خطة الاسود في الدفاع بتبدو غامضة، وخطة الابيض اللي اخلى الوسط على حساب تضحيته بقطعة بتأتي الان بثمرها. ودلوقتي الموقف اتحول الى حسابات، الابيض يلعب ويعطي كش مات في 5 نقلات، يا ترى ايه هي؟ الابيض لعب كوين اي 8 تشيك، روك سي 8، روك تيكس دي 7 تشيك، كينج تيكس دي 7، كوين دي 5 تشيك، وهنا الفيست سلم. على اي حال باقي نقلات الكش مات كينج سي 7، روك اي 7 تشيك، كينج بي 6، كوين بي 7 تشيك ميت. الحقيقه دور بيدل على براعه كرامنيك وحقيته بلقب بطوله العالم، وبيقول كمان ان هو مش لاعب عادي ولكن لاعب بيخترع النظريات. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.